شهد المعرض حفل توقيع كتاب أعوام على الجمر للدكتور رافع الفلاحي الذي تحدث فيه عن صور من السيرة النبيلة للأمين العام السابق لهيئة علماء المسلمين في العراق الشيخ حارث الضاري رحمه الله. وأكد الدكتور الفلاحي أن سيرة الراحل الشيخ حارث الضاري تحتاج إلى مجلدات لما فيها من مواقف عظيمة وكفاح سياسي كبير في مقارعة الاحتلال ورفضه ورفض كل أدواته في العملية السياسية من أجل عراق حر مستقل يحقق لأبنائه العدل والمساواة ويعيد لهم الكرامة المسلوبة. هذا كتاب أعوام على الجمر، اللي هو هذا الكتاب اللي هو بعض سيرة وبعض ذكريات للشيخ الدكتور حارث الضاري الأمين العام السابق لهيئة علماء المسلمين، رجل يعني يعتبر رمزا من رموز العراق في تاريخ العراق الوطني والسياسي. هو سليل عائلة مجاهدة وطنية، كان جده يعني والكل يعرف تاريخه، هو ضاري المحمود يعني اللي الزوجة العراقية ما زالت تتغنى باسمه، هزلندن ضاري وبتشاها، اللي قتل ليتشمان في 12 آب 1920 إبان ثورة العشرين، وكان له دور كبير في مقارعة الاحتلال البريطاني للعراق في بداية احتلال البريطاني للعراق، وقد حكم بالإعدام وهجر مع عائلته إلى خارج دياره الحقيقة، وعاش فترة طويلة خارج دياره إلى أن استطاعت السلطات بعد مرضه والإمساك به وجيء به، ربما هذه كانت فاتحة الكتاب، وجيء به إلى مخفر من مخافر يعني سنجار، قائم مقام سنجار التقى به وقال كلمته المشهورة اللي أنا افتتحت بها الكتاب في مقدمته، واللي يعني اسمحوا لي أن أقرأها لكم. عندما كان يحدثه قائم مقام سنجار يوسف نمرود رسام، كان يسخر منه أنه بريطانيا هذه العظمى التي أمسكت بك وأنت يعني قتلت واحد من رموزها الكبيرة، فقال له الشيخ ضاري المحمود رحمه الله: الفخر لي لأنني خاصمت حكومك، حكومة بريطانيا المشهورة بعظمتها في سبيل أمتي وبلادي، واعلم يا هذا، ويقصد رسام يوسف نمرود رسام، اعلم يا هذا أنني لا أخاف الموت لأنه حق ولأن مذاقه واحد، سواء كان في البيت أم في ساحة الحرب، وأنني إن مت أو قتلت فحسبي أبنائي وعشيرتي وهم كثيرون ولله الحمد، ومن كان مثلي لا يمكن أن يموت، وأن أبناء العراق الطيبين سيذكرونني، وهذا من فضل الله علي وعلى أولادي وعشيرتي. هذا كان حديث مع قائم مقام نمرود، وهذا كان حديث الشيخ ضاري المحمود اللي بعد ذلك حوكم محاكمة صورية وكان مريض وتوفي في أحد السجون، وصار يوم تشييعه يعني يوما وطنيا احتفل به أبناء العراق، رفع جثمانه يعني على الأكتاف، وكانت مسيرة كبيرة طويلة في شارع الرشيد حتى دفن ووري في التراب، وكان الذين يعني دفنوهم طلاب المدارس الذين كانوا ينشدون له ولوطنيته، وظل علما وسيبقى علما مهما حاول البغاة محو هذا التاريخ الحقيقة. وابنه وحفيده الشيخ حارث الضاري، الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور حارث الضاري، يعني سليل هذه العائلة، استلم منها كل هذا المجد وحافظ عليه، وكان عنوانا من عناوين مقاومة العراقي للاحتلال الأمريكي فيما بعد، وكان ثابتا على موقفه، شرد خارج العراق، عاش الغربة لسنوات طويلة خارج العراق، وتوفي خارج العراق وهو متمسك بثوابته، واليوم الكل يتذكره الآن، الكل يتذكر تلك الثوابت الوطنية التي أكد عليها وكان مخلصا لها، وكان مدرسة في الوطنية الحقيقة، ونحن جميعا تلاميذ الحقيقة هذه المدرسة الكبيرة، كان جبلا يعتصم به في أوقات المحن، وما زلنا نعتصم به الحقيقة، نقف على هذا الجبل نلوذ به من هذا المستنقع الآسن الذي يعيش به أبناء العراق مع الأسف الشديد، وبلدنا العراق ظل متمسكا، كان ينتقد العملية السياسية ويقول إنها باطلة وباطلة وغير شرعية وستأتي للعراق بكل ما هو سيء، وفعلا تحقق كل ذلك منذ عام 2003 لحد وفاته ولحد الآن، هذه أقوال الحقيقية، وحتى من كانوا يعادونه يعترفون بحقيقة ما قال وبصدق نواياه.